إذا مشينا بهذا المقياس راه مشكلة. دابا حنا الله مثلا الآن ضربنا بالزلزال وضرب غير ناس دراويش في الجبل ومكرفسين وما عندهم طبيب، ما عندهم حانوت، ما عندهم فلاحة، ما شكوى الله مكرفسين وضربهم بالزلزال، هذا هل هذا يعني أن الله قد غضب على أرض المغرب مثلا أو ضرب تركيا؟ هل هو غضب على أرض تركيا؟ ودبج بهم أراضي إسلامية تقام فيها شعيرة الإسلام، وسير ضرب لنا اسكندنافيا، ولا سير ضرب إسرائيل بعد اللي راك تكرفس لك على العباد ديالك. يعني إلا جينا نقيسوا حنا مثلا الخير ونشوء الربيع وكذا، الربيع على الله راضي على سويسرا، كاين شي دولة في العالم مرضى عليها الله أكثر من السويد. الربيع المؤمن عنده ازدواجيات المعايير اخويا طارق. دابا الاشكاليه الكبرى فين كاينه؟ المؤمن عنده ازدواجيات المعايير، واش فهمتني؟ بحال اللي ضرب المغرب قال لك راه هناك ظلم وهناك كذا وكذا، هما السبب الحياة. في نفس الحاجه، فهمتني؟ دابا يقدر بين كيضر دابا الحياة عندهم واحد الدوبل فاسيت، عندهم واحد الدرهم فيه دو فاس، كل مرة يجبدوا لك الفاس اللي ترشق لهم. دابا نهار ضربت كورونا شينوا قال لك لان الشينوا عندهم واحد البلاصه وراه كيتكرفصوا على المسلمين وكل ايغور ما كيحب يفعلوهم ويتركوهم، هذا عقاب وجند من جنود الله ارسله اليهم كي يكدا. الناس كل شيء بدات كتطبل وكتزمر بهذا الشيء وفرحانه وتشفف عباد الله. ملي هذيك كورونا زحفت وركت علينا احنا هنا حقا ما حقا ذلك ابتلاء، ما بقاش عقاب تقلب ولا ابتلاء. واللي كيموت بكورونا راه بغاه الله، راه مات شهيد، لان جاء في الحديث ان الانسان اللي كيغرق كيموت شهيد، واللي كيضربوا الطاعون مطعون يعني مات بالطاعون. الطاعون هو الفيروس، بكري ما كانوش كيعرفوا شي حاجه سميتها الفيروس، كيسميوه الطاعون. الطاعون هو ان واحد الموجه مرضيه كتضرب شي بلاصه وكيموت الزمر كامل، واحد النسبه كبيره ديال الناس كتموت كيسميوها الطاعون. سي اكزاكتومون صار اللي كان واقع في كورونا، كان طاعون. دوك ملي ضربنا حنا الطاعون حقا راه كيبغينا الله وراه غير بغى يصطافينا وراه بغى يديرنا شو هذا، بصح ملي كضرب في طاليان لا راه كيعاقبهم. هو رجل معنا خالي، واش شد معنا صف واحد، واش راه كيعاقبهم ولا دا ولا انت تبقى انت تدور في ديك العمله كي تبغي انت تجبد الكارطه كتقلب، عرفتوا ديك فليب فلوب كيلعبوا ديك فليب ولا كيقولوا لا واحد لاكارت فيها دو فاسيت كيبقاو يقلبوا في الكارطه فوقاش ما ناسبهم داك الشيء، وهذا لا يستقيم. وكيما جيت دير لها ما عندكش يدي، الا جيت كتقول باللي انه على الهضره ديالك ان الناس اللي طاحت عندهم الشتاء راه تكرفس عليهم الله، هو غير تكرفس علينا اخويا، عطينا الشتاء راه كل شيء غالي، راه مازال عاد انتم هنا في الغرب الناس ديال الغرب والناس ديال الدكاله وكادير شويه ديال الشتاء كطيح، راه الناس ديال الشرق الناس ديال برقم وديال الناس ديال فيكيك والناس ديال جراده وتاوريرت وجده ما كان والو، راه ملي كتوصل فاس دفع لهيه راه المغرب واحد اخر هذاك، ما كاين واه غير يعطينا رب الشتاء وسخط علينا حتى حنا الدنيا تولي فيها الربيع وتولي الناس تلقى فين تخرج تفوج وتلقى فين تشم الهواء وتلقى فين تغرس المطيشه وتغرس الدليع نقولوا هنا، وانت عطينا الجفاف وانا عارف. المهم انا كاتبان لي هذه الهضره سطحيه جدا. بغيت نتاكد بواحد المعلومه سي طالوت، ما كنتش بحثت فيها بزاف، كي المطار بالنسبه للمسلمين يمكن واش عند اهل السنه ولا يمكن واش حديث صحيح ولا ضعيف، ان المطر ما كيجيش من الغيام، كيجي من سدره المنتهى. لا كيجي من الغيام. بالنسبه لاختنا كتقول لي البودور، وراه سميتو البودوري ماشي البودور. اما بالنسبه للغيام واش كتجي منه الشتاء، هذه مساله كانت معروفه من بكري ان الغيام هو اللي كيجي بالشتاء، ولكن منين كيجي هذاك الغيام اللي كيجي بالشتاء؟ هنا فين بقات هذاك الشتاء؟ لا هذاك الماء اللي كاين في الغيام منين جا؟ هنا السؤال. اما واش الماء ديال الشتاء كيطيح من الغيام، هذه مساله مفروغ منها، اللي كاع الناس من بكري عارفين باللي ان ملي كتجي الغيامه كتجمع هذاك الماء ديالها، وربي كيقول وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا يعني متقله بالماء، سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء. من كينزل الماء؟ كينزل من السحاب الثقال، فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. السؤال الآن، هذاك الماء منين جا اللي كاين في الغيام منين جا؟ هما ما كانوش عارفين باللي انه الماء كيجي من البحار وكيتبخر، ولا ديك الهضره اللي كيقريونا حنا في المدرسه، الناس كانت كتعتقد باللي ان السماء كيجي من السماء، لان اصلا الله عز وجل ملي خلق هذا العرش هذا ديالو الكرسي ديالو حطهم فوق البحر، حيت كاين واحد البحر فوق السماوات،
هذاك البحر الله حيت الله شنو كيقول لك؟ وكان عرشه على الماء. شكون عرش من؟ عرش الله كان على الماء. الماء فين كاين؟ كاين فوق السماء، لان الله في السماء، الرحمن على العرش استوى، فين؟ في السماء. دونك الله في السماء، هو العرش ديالو استوى على الماء، والماء راه كاين في السماء. هذاك الماء اللي في السماء هو واحد البحر تما حلو ماشي مالح. فوالا من هذاك التفسير ديال مرج البحرين يلتقيان، كي قال اراك من بعيد. هذيك مرج البحرين يلتقيان اللي كيجيو كيقول لك راه فيها ازعاج علمي وراه كوستو سلم، ما عندها غير تخربيقه، لان بكري كانوا كيحسبوا بان هنالك بحر الارض وبحر السماء، بينهما برزخ لا يبغيان اي لا يلتقيان. رغم ان مرج مازال ما فهمتش شنو كتعني، انا لحد الان كنبحث عليها ما عارف. مرج البحرين، مرج البحر، ما فهمتهاش. على كل الماء كاين في السماء، وربي ملي كترشق له طبعا كينزل هذاك الماء، عنده شي تيو شي قوادس، دار شي استالاسيون، مانيش عارف كيفاش دار، ما قالناش تفاصيل، لان اصلا بين ذاك البحر اللي هو في السماء السابعه حتى الغيام اللي هو في السماء الدنيا راه كاين سماوات اخرى، كاين السماء الاولى والثانيه والثالثه وكذا. هذوك السماوات راه فيها الملأ، وربما فيها شي حياه ولا فيها ربيعه ما عرفناش. دونك انت من ديك السماء كيفاش كيدير؟ كاين واحد الابواب، كاين واحد الابواب، ودير شي تيو، دير شي سيرفيس، وكيبدا ينزل داك الماء، وكيوصل وكيشارجيه. فين كيشارجيه؟ كيشارجيه في السحاب. مثلا السحاب كاين في مكناس، كيشارجي السحاب في مكناس، وكيجيب الريح وكيصوت في داك الريح، كيصوت في السحاب وكيدفعو وكيديه الورزازات، وكيديك الساعه يخوي تما كيقولوا بحال كيشارجيه في بلاصه، يقولوا سير خوي في بلاصه. خدام دابا السحاب خدام في واحد لا سوسيتي لوجيستيك، كيدير داكشي ديال اللوجيستيك بحال دي اش ال. دابا السحاب كيمشي كيشارجي في البحر في المحيط الاطلسي، وكيعطيه واحد البون كيقول له سير خوي في برقم، كيمشي كيخوي في واخا ما عمر خوي في برقم، كيمشي كيخوي في برقم، شي مره كيعمر في البحر وكيمشي يخوي في البحر. شو التخربيق، شو العبث، شو العبث ديال سيدي ربي. كيمشي الماء كيتشارجا في المحيط الهادي مثلا، وكيمشي كيخوي في البحر الابيض المتوسط. وعلاش مخدم لينا انت هذا السحاب ومدي بلاصي وعطيه الاحداثيات وعطيه البلاصه فين يمشي وفتهم لي خويا خويا في البحر؟ ايوا من البحر عمر في الماء وخويا في الماء. علاش علاش نورمالمون انا نسول سي در علاش الشتا كطيح في البحر؟ هذا سؤال مهم كنتلقى مع الله نسول، علاش علاش الشتا كطيح في المحيط؟ علاش المحيط عامر بالماء؟ شنو الفائده؟ شنو باغي انت المحيط ينبت لك تما البرانيه والشيفلو؟ ما كينبتش، راه هو فيه الماء اصلا. دونك ما كاينش عليك الملح، باغي ينقص الملح، باغي ينقص الملح في البحر. يقدر يكون باغي يدير شي حركه هذه، لان الله كيدير شي حركه جدا. السيطالوت واحد النهار كنت دير هذه الفوتو، كنت حلا في هذه المره وبارطاجيت مع واحد الصديقه مسلمه، وبين شافت الفوتو قالت لي علاش دار هذه الفوتو، يعني كيلعب بسيشيكمو عند الناس اللي كيشوفوا فيه. انا عطيتها واحد الاطروحه ونتمنى بالاخوان اللي راهم في اللايف يسمعوا ويشوفوا واش يوافقوني ولا لا. قلت لها اختي بنا نرجعوا للقران او السنه او الاجماع ديال العلماء في الصفات الالهيه، كنلقاو هذه الصوره اللي دارها الطالوت العظيم انها احسن من الصفات الالهيه اللي دارها في القران. كاين هذه النقطه ولا ما كايناش يعني منطقيا الاخ طالوت؟ نعم، دابا الصفات ديال الله عز وجل كلها صفات بشريه، كلها صفات بشريه، وماشي غير صفات بشريه، لان هذا المشكل ديال الصفات ديال الله هذا كيكتب لك احاديث ضعيف. حتى بنادم ما يخلط وبدا ينقص يقول لك احاديث ضعيف، شنو هو الحديث الضعيف؟ شنو هو الحديث الضعيف؟ ضعيف هذا الحديث ديال، اش هذا الحديث الضعيف ديال الله عنده جوج يدين وكلتا يديه يمين، ولا عنده الساق يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، ولا ان الله عنده اليدين ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، ولا ان الله شنو ان ولتصنع على عيني، ولا ان الله في السماء، هو في السماء، أأمنتم من في السماء يخسف بكم الارض فهذا اذا هو في المكان. هذه الصفات كامله الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينقلها من عند اليهود، لان عندنا واحد الحديث كيقول فيه خلق الله ادم على صورته، يعني سور ليماج دو ديو، وبرز الطون اصحاب الواتساب على ليماج دو ديو. هاد ليماج الا مشيت تشوفها على صورته راه كاينه في عند اليهود هذه في العهد القديم، وكاينه عند النصارى، وحاليا كيطروليو بها في دوك اللي هما المانشو ديالهم كيطروليو بهذا الشيء، ان الله خلق ادم اللي هو الاب ديال البشريه على الصوره ديالو هو، عليه ديال الله.
لكن ملي مات الرسول خلى داك الشيء هكاك عفاكم دع جاءوا صدر الدين لما تغلقوا المايك باش ما يكونش واحد الروتور. ما بغاش السي طالوت حيدو انت. دابا الا سديت لك مشكله انا خصني دابا الا سديت لك المايك ما يتحلش. ما عليناش على الصفات ديال الله تعالى. دابا هما حاروا في هاد الصفات ديال الله، حاروا واحد الحيره كبيره بزاف، لانه الله عز وجل صفاته كلها فيها مشاكل. ملي الرسول ما فصلش في هذا الشيء، الرسول عطاهم صفات بشريه نقلها من عند اليهود والنصارى ومات وخلاهم الدارزين، وقال لهم واحد الجمله، قال لهم ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. صافي قال لهم ليس كمثله شيء وخو السكتور، ما زادش شرح لهم كيفاش. من بعد الناس ولاو يقولوا امنتم من في السماء، ما معنى من في السماء؟ هذيك من هذه؟ من في السماء في هذه راه في ظرف زمان وظرف مكان، يعني الله كاين في السماء. ايوا الله كاين في السماء وجالس فوق العرش، ايه الرحمن على العرش استوى. اذا الله جسم، اذا الله عنده اطراف، اذا الله عنده حدود، يعني عنده ديمونسيون، يعني الله جسم. وهذه مشكله الى جسمت الله، هذه راه مشكله. كيفاش ان الله جالس فوق واحد الكرسي؟ الكرسي مخلوق احنا مفاهمين، العرش مخلوق احنا مفاهمين، هو جالس فوقه احنا مفاهمين. دونك السلفيه كيف جالس، ولكن ما تسولنيش كيفاش جالس وكيف ما ليس كمثله شيء. دونك ما حدو جالس، وعلى واحد الحاجه هو خلقها، اذا حتى هو راه محدود، حتى هو راه جسم، حتى هو راه مجسم. قال لك لا ما تقولش عليه مجسم، واش غادي نقولوا عليه؟ اذا هو راه ماده. الحادث عندك واحد الحادث حتى هو اختلفوا في صحته، ديال ان الله عنده كتله، عنده اطيت، ملي كيجلس على العرش عنده واحد طق 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 كيبدا يدير طق 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 طق، كثره الثقل ديال الله عز وجل. هو قال لك تعبيرات مجازيه، هانت كنزه صاحب الترقيع، تعبيرات مجازيه، اثبت انها تعبيرات مجازيه. الله يقول لك ملي كيجلس على العرش له اطيت كيدير طق طق طق. ما هو التعبير المجازي في هذه المساله؟ كيف شرحت لك باش نختموا هذه الجزئيه؟ الرسول نقول الصفات ديال الله من اليهود، نقولها والله جميع الصفات بغض النظر على الاطراف اللي عنده، حتى الصفات اللي فيه ديال الغضب وديال الحب وديال الكره ولو كارها انبعاثهم. كيفاش كاره انبعاث؟ الله كيحارب، فاذنوا بحرب من الله وما رميت، الله كيرمي، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، هذه مازال والله كيغضب، وغضب الله عليه ولعنه. هذه الصفات ماشي حتى صفات ديال اطراف الجسم، صفات الله يغار، نعم الله يهرول، هذا الشيء كل شيء ديال البشر. الرسول قالها ومات، الناس عاجوا من موراه مر 100 عام و200 عام، عاد وقعوا مشاكل، عاد تما قال لك لا ما خصناش نجسموا الله، لا ما خصناش نقولوا ان لله مكان، لا حق ما خصناش نقولوا ان الله في السماء، رغم ان النصوص جاءت صريحه بان الله في السماء، لانه لو قلت في السماء كان السماء تحويه، ولا حوات السماء ما بقى دين ما بقى والو. ديك الساعه ولاو كيدير واحد الحاجه سميتها التاويل، الله في السماء ما معنى امنتم من في السماء؟ يعني علمه في السماء، قدرته في السماء، سلطانه في السماء، وبقينا في هذا الشيء باش السماء ما تحويش. لحوات السماء كيف قلنا سنسقط في مشاكل عقديه، يعني غادي علاش خرجت شي حاجه سميتها الجهميه؟ شنو هي الجهميه؟ شنو هي الاشعاريه؟ شنو هي الماتوريديه؟ شنو هي كتسمع شحال يقول من المعطله؟ شنو هي التلفيه الحنبليه؟ هاد كاملين عندهم علاقه باش بالنصوص اللي الرسول خلاها ومات غير واضحه. هي راه واضحه الصراحه، الواضحه النصوص صريحه وواضحه، غير هما يتحرجون منها. يعني ما يمكنش انت تفقد، حيت انت واحد الانسان غادي تجي غتقول له الله كيقعد وعنده يدين وامرض ما عندوش اللحيه وعنده العينين وعنده الصبعان وعنده الرجلين، اش بقى مازال؟ اش بقى مازال تزيد عاد توصف؟ وكاين حديث كيقول لك خلقته على صورته، يعني ليماج ديالو، يعني الله راه بنادم، الله بنادم، كان في العهد القديم الله بنادم، وماشي غير في العهد، ربما حتى من قبل كانوا حضارات كيتخيلوا ان الله بنادم. حتى الالهه عند الفراعنه الا مشيت تشوف دوك التصاور اللي عندهم والاغريق، دوك اللي حفرهم هذه 5000 و3000 و6000 سنه، كتلقى ان اله مثلا الماء بنادم، اله الحب بنادم، اله البحر، السماء، اي اله كتلقاه على صوره انسان. هاكا ليماجيناسيون ايمان كانت بحال هكا، كانوا كيتخيلوا ان هذا الاله هو بنادم ولكن واعر، بنادم ولكن زايد نغزة. ولكن علماء الاسلام اللي مات الرسول خلاهم يتخبطون باقيين لحد الان، حد الان مازال كيدابزوا الفرق والنحل، حد الان
كتلقاهم بيناتهم الأشعري يسب التلفي والتلفي يسب الأشعري، بل ويكفر بعضهم بعضا، بل ويذبح بعضهم بعضا. الذبح نيشان. كان واحد سميتو خالد القصري شد واحد السيد في العيد الكبير، ديما كنعاود لكم هذه القصه، قال لهم يا معشر المسلمين ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فاني مضح بالجعد بن درهم. اش دار هذا الجعد بن درهم؟ اجتهد في صفات الله فقط، اجتهد، فانه يقول ان الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا، هو فقط نزه الاله عن بعض الصفات البشريه واولها، اولها شدوا ذبحوا بحال الخروف. يعني انت يا انسان في العيد الكبير يذبح بحال الخروف على قبل ماذا؟ على قبل محمد ما دارش خدمته بن ابي كبشه، جاء حط لهم واحد القنبوله وخلاها تفرقع وزاد، ولا حط لهم قنبوله ومات وعادوا تفرقعت، ما عرفوا ما يجمعوا، ما عرفوا ما ينقيوا، ما عرفوا ما يقادوا، كل شيء ترون. ايميلي مرحبا. مرحبا خويا طالوت، كي داير لاباس؟ والله الا خلصنا خير، نتوما لاباس كل شيء بخير. الحمد لله كل شيء بخير، توفق الخير. انا عندي واحد السؤال، ولكن قبل ما نقوله بغيت نقول لك الا سمعتي هضرتي ماشي هذيك، سمح لي راه دايره واحد الماسك لوجهي حيت انا ناقصه عقل ودين، فما فكرتش مزيان قبل ما نصيفط لك جاست. بغيت نقول لك بانني انا يعني مسلمه حاليا، اوكي، معليش. ولكن ديما كنقول يعني فاش كنقرا القران ولا كنبقى نتفكر مع راسي، كنقول علاش الله سبحانه وتعالى ما عطاناش حنا واحد الحق يعني في الدين ديالو. كتشوف ان فاش الرسول ولا الصحابه ولا اي واحد كيبغي يتزوج ما كتلقاش واحد الايه كتقول لك زعما راه هذيك الانسانه وافقات وبغات تزوج، ما كاينش الحب. يعني واحد الحاجه اللي مهمه هي الحب، ما كيناش، ما كاينش بصفه نهائيه. فهاد السؤال صراحه كيضرني في راسي، علاش حنا العيالات وكنضرب في كاع الديانات ماشي غير الاسلام ما معطيناش واحد الحق، ما كايناش رسوله، ما كاينش بزاف الحوايج. ماشي رسوله كاع. علاش حنا ماشي؟ وكتحس يعني عندكم الحق في بزاف الحوايج علينا حنايا، علاش؟ سؤال علاش؟ حيت انا مراه وكيبقى فيا الحال صراحه، انا فاش غنموت ونطلع عند الله اكيد غنسولو هذا السؤال. وشكرا. ان شاء الله ان شاء الله الا تلاقيتي معاه سلمي عليه بعدا، هي الاولى. وثانيا بالنسبه للقضيه ديال الماسك، نتمنى ان ذاك الماسك يعطي شي نتيجه ويحيد لك داكشي اللي بغيتي تحيديه ويزينك وينقص لك من عمرك، صافي بليزير. المسألة الثانية فين رب السؤال؟ السؤال كان بخصوص ماذا؟ الله لا لا كنت مركز في هذه اللعيبة. علاش في القرآن ما كاينش الحب؟ أيوا مزيان مزيان، تذكرت. رحم الله إيميلي ذكرتني آية كنت قد أنسيتها. واش أنت طلبتي شي حاجة كبيرة دابا؟ طلبتي الحب راه من نيتك؟ طلع بعد الشيخ زورا، اهلا وسهلا بك الشيخ. بالنسبه مدام ايميل، خصك تعرفي اللي في الاسلام كي داير الشيخ زورا، لاباس عليك؟ صافا خويا، شكرا، ترونكيل، كلشي مزيان. تحياتي لك وتحيه الاصدقاء كاملين. مرحبا بك سيدنا، مرحبا بك. الشيخه ايميلي، هذه المساله مهمه جدا 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 اللي قلتيها. علاش مهمه جدا؟ لان في هذاك القصه اللي كتكرر بزاف ديال الزواج الصغيره ديال الاطفال اللي كيتزوج في الاسلام بقرار رباني الهي سماوي، كلشي كيهضر شنو فيها؟ راه قال لك تتحملوا الوطن. يعني ملي كتقول له راه ممكن تزوج طفل على عامين ثلاث سنين، يقول لك واش شنو؟ راه قال لك تتحملوا الوطن. ايوا شنو؟ ياك والديها مقابلين. ايوا شنو انت ما كتقولوا عيشه؟ واش عمر شي واحد؟ ياك بوها بغى، ياك امها بغات، ياك واش قريش عيبوا عليه شي حاجه، قالوا له شي حاجه؟ ايوا مالكم كلشي؟ علاش كتنقزوا؟ يعني كلشي هو هكا يعني غادي مزيان. ولكن السؤال اللي ما عمر كيتسول هو الراي ديال ديك الدريه هذه، لان ما معنى راه كانت مخطوبه بالقيس ديما كتعطي النويطات الله يعطيها الصحه، وراه ديجا كانت مخطوبه عند واحد خونا ماشي الراسو الاول واحد اللي دار معاه، يعني علاش نتوما دايرين هاد الزوبعه في فنجان؟ ولكن ما كيسولوش هي رايها، لان ما معنى الزواج؟ الزواج واحد الكونطرا ديال مع واحد الشخص الذي تقدر تعيش معاه 50 60 70 سنه. راه نديرو حنا لا مويان لافريج 50 سنه، انت مثلا تزوجت على 20 25 تموت على 70 75 50 سنه. دابا 50 سنه هادشي الا تزوجت على 25، بكره كانوا يتزوجوا على 5 سنين على عامين. 50 سنه تعيش مع واحد السيد، 50 سنه يا دين الرب، 50 سنه
تعيش مع واحد الشخص، ولكن انت ما عندكش 0.001 ديال لو شوا واش تعيش ولا ما تعيش معه. علاش؟ لان باك هو ديسيدا بلاصتك، باك اللي هو ديسيدا انك غتعيشي مع هذا ما تبقى من عمرك، شحال 50 سنه غتبقى. يعني انت واحد السيده مثلا اللي مزوجها في الاسلام، نديرو حنا كاع على 15 سنه، نديرو كاع 20 سنه، راه ولي الامر هو اللي كيزوج ماشي هي، ولا زوجت على 5 سنين، اش غتوافق الدريه ديال 5 سنين انها غادي تعيش معه؟ فرضا كاع انها تسناها حتى ل 15 عام، تسناها حتى ل 20 عام هو عقد عليها في 5 سنوات، الا ديجا كونداني، ديجا كونداني كون مرطويه، الا كونداني لان هي مجرد متاع، يعني هي واحد السلعه كتمشي عند فلان، عندها واحد السيركوي خاصها تتبعو في الحياه، عندها واحد النمط في الهضره خاصها ديرو، خاصها تطيعه، الا كلها طلعصها خاصها تصبر، الا زعف عليها ولا سبها خاصها تصبر، الا خلاها بالجوع خاصها تصبر، الطير كاع الطيرات تمشي تشكى عند بوها تغضب ويرجعها القاضي، هي مجرد متاع لذاك السيد فقط. اما هادشي ديال انت عاد باغي تهضري على الحب والتفاهم والتراضي وشنو غادي نديرو في الوليدات وشحال غادي نولدو وفين غنسافرو واش نسكن مع امك ولا ما نسكنش، واش تبغيني نطيح من الوزن، واش تبغيني نقعد الفورما، انت فين محمد وانا فين، انت فين وانا فين. بكري الزواج للمراه كانت واحد 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 لا ماشين لتفريغ لتفريغ تيستيكول ديال الراجل كيخوي فيها شي حوايج عنده، هذه واحده. وثاني كتفرخ له دوك البراش، السلام عليكم، كتعلف. الفرق بينها وبين البقره هي البقره ما البقره تقدر تنكحها ما شافك حد، ولكن ما غاديش تولد لك الوليدات. الفرق بين البقره والمراه هو ان البقره تنكحها وما تولد لكش الوليدات، تقدر تولد لك شي عجل مشوه، ولكن المراه تولد لك وليدات، ودوك الوليدات يدهزوا سميتك وسميه القبيله ديالك، وغادي يعاونوك في التجاره ديالك ولا في الفلاحه ديالك، وغادي يحاميو عليك مع القبائل، وغادي يهزوا السلاح، دونك غادي عنده فائده داك الولد. دونك الام في الاسلام القديم على الاقل كانت مجرد ام ولد، امراه كتقضي فيها الغرض، تخوي فيها الشهوه ديالك، ما عجبتكش بدل، طلق وجيب واحده اخرى، سينو جيب شي جاريه عاوتاني ونكح، بيع وشري ونكح، وكاين شي زواج متعه حتى هو قضي مره ملي تزير وهكذا. اما ديك الهضره ديال الحب وديك قبل الزواج، ترى حاليا كيقول الحب قبل الزواج غير خرافه، الحب كيجي بعد الزواج، حتى كي داير هذا الحب اللي جا قبل الزواج عاد يجي بعد. دابا ملي كنجيبوا هاد الفهمات ديال الحب حب قبل الزواج اخوة لا لا صح. ايميلي شكرا لك، بارك الله فيك، نشوفوا سؤال. شكرا لك، ميرسي بوكو، ميرسي. شيخ زولا حل المايك فوقاش ما بغيت، مرحبا بك. مرحبا، تحياتي لك خويا طالوت، شكرا لك. انا غير كنلاحظ هاد الظاهره كثرت بزاف، وربما حنا كنتعرضوا لها بزاف، اللي هي ان المسلمين ما بقاوش قادرين يسولوا المسلمين، فولا المسلم كيضطر انه يجي عند لا ديني يسولوا في امور دينه، فقط لانه عارف ان الديني ما غيحكمش عليه، ما غيقولش لي والله هذا سؤال لا يساله مسلم، والله ان في النفس منك شيئا، ويقول لي والله انا انت انت ملحد متخفي بالاسلام تقهر. دونك كلهم ساكن خاصهم يجيو عند اللادينيين يسولوهم على الامور ديال الدين ديالهم، باش ياخذوا مصادر، باش ياخذوا مراجع، باش 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 يقدروا انهم يكملوا او لا يبداو او ديك رحله البحث ديالهم بعض الامور اللي كيبغيو انهم يستفسروا عليها. وهذه صراحه المسلمين خاصهم يدوف سبوزي دي كيسيون، يعني الا كان يهمهم، لان انا كنعرف بزاف او جينا غير باش يجمع الورد، فهمتي؟ اما تقول لك واه يمشي كاع لجهنم انا شغلي، فخصهم فريمون يطرحوا على راسهم الاسئله الحقيقيه، راه يعني الطريقه ديالهم انك فقط عمرك ما تجاوب على شي سؤال، انت فقط تحاول تجهيل السائل، غيجي غيقول لك بحال السؤال اللي سولت دابا الاخت على سولت على طالوت، غيقول لها البخاري شحال فيه من حديث، ما عرفتيش، انت جاهله، وانت لا يحق لك ان تسالي، انزل انزل صافي. هذا يعني ولات الطريقه دي ولات مقززه، ولات يعني تثير الاشمئزاز، وضاق بها المسلمون درعا قبل ان يكون الامر كذلك بالنسبه للدينيين. فاحنا ما عندناش اشكال، مرحبا بالناس المسلمين، الا كنا عارفين شي حاجه راه تنقولوها، ما كناش عارفين تنقول لي خويا بلاتي نقلب انا وياك، ولا راني ما عارفش، ولا نصيفطك لعند اللي عارف. احسنت الشيخ زولا، احسنت. هذا هذه مساله اولى مهمه جدا،
انا ملي كيسولك شي واحد كتعطيه الوقت وما كتبقاش دينيغريه، ما كتبداش تحقر عليه وتبدا تزرب عليه وتبدا تقلب عليه الطابله وتبينه راه حمار ما خصوش يطرح هذه الاسئله. وحاجه اخرى، حنا ما كنقولكش عندك تمشي ما تسمعش لهذوك الناس التلفيه، عندك ما يعني يقولوا لك عندك. لا اخويا سير اسير بحث، انا اول واحد نقولها لك. انا راه ما انا الا بشر كي قالت لا شونسون، نقدر شي نهار نغلط، نقدر نقول لك شي حاجه ما كايناش، نقدر نقول لك شي روايه مقلوبه، نقدر نغلط في الايه، وهذا كثير. حنا القران بيننا وبينه سنوات طويله جدا ما عاودناهش، دونك الا غلطنا ولا شي حاجه هذا وارد، بصح انا ما عمر غادي نغلط في طريقه التفكير، ما عمر غادي نغلط في طرح الاسئله الصحيحه. وحد الان من نهار حلينا هذا الزمن هذا كنطرحوا سؤال واحد، ما هو الدليل على صحه هذا الدين الكاذب؟ ما قدر حتى شي واحد يجيب. والسلاح الوحيد عند التلفيه والناس كيدافعوا على الدين، هاد الفاشلين، سلاح فقط هو السب والقذف والتشهير، ويقول لك مكلخ، يقول لك حمار، يقول لك ماذا لو بنتك لك حتى امك، غير هذه البساله غير الوسخ، او لا بدا يهرب معاك لما يسمى السفسطه والفلسفه وعلم الهضره، او لا يهرب معاك للتطور، او لا يهرب معاك لماذا لا تنكح امك؟ ما المانع الاخلاقي انك تقتل طفل وتقطعه اطرافا وترميه في الواد الحار فقط؟ اين هو رب الجواب على رب السؤال؟ لا يوجد، لا يوجد. سهيل مرحبا. شكرا اخ طالوت، شكرا على الاستضافه، تحيه عطره زولا وسكيبت. سؤال للمسلمين وربما لطالوت. تنقولوا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، يعني انا بذاتي كانسان تنشهد بان واحد كاين الله وكاين رسول، يعني في القانون الوضعي ديال الكون بانني تنشوف بان كاين الله وكاين الرسول، يعني بحد ذاته هذا شهاده زور، شي حاجه اللي ما شفتهاش. ممكن تعطيني لها تعليق؟ والسؤال الثاني اللي بغيت نطرح وهو، هل الله عقيم ان باش يبعث واحد الرسول باش يهضر باسم الله؟ يعني هل الله ضعيف بهالدرجه هذه؟ وشكرا. شكرا لك السي سهيل، بارك الله فيك، ميرسي بوكو على الباساج الجميل ديالك. فتزود على المايك وشريف. سبحان الله خويا، هذا السؤال ديال شهادة الزور اللي كتهضر عليها، خاصك تمشي تسول كي قال زور دابا الفقهاء، هما اللي كيقولوا اشهد ان لا اله الا الله، وتسول المسلمين. انت براسك قلت انا كنسول المسلمين، انا ما عندي مانع اشهد ان لا، ملي كتقول اشهد جو تيموان جو اشهد، يعني من الشهادة، من المشاهدة، شاهد يشاهد فهو مشاهد وهي شهادة، أنك شفت شي حاجة. لا إله إلا شفت الله، بعدا باش تشوفوا أنه بوحدو، أنت ما شفتوش، كيف ستشهد؟ ستشهد عن أنا إخبار، يعني أنت شهدت أن الله وحده عن إخبار وليس عن مشاهدة، يعني أنت ما شهدت والو، أنت قالوا لك وأن محمد رسول الله، حنقولوا أنت ما غاديش تشهد، واش عندك ما يثبت أن محمد رسول الله؟ ما عندكش. دوك راه كتقللوا صافي. فتزودوا، افتح رب المايك، شوفوا فتزودوا. هي طارت واحد المساله اخرى كي قالها الاخ، حتى سالت انه واش الله عقيم انه صفت لنا بشر الرسول. انا كيبان لي زعما حتى القضيه هذه ما عندهاش شي معنى. الله لا يسال عما يفعل، بغى يصفت لنا نبي، بغى يصفت لنا ملاك، بغى يكتب الرساله ديالو في جبل، بغى يكتبها في غيامه، بغى يصفتها لنا في ميل. لا يسال عما يفعل، يصيفط الرسالة ديالو بالشكل اللي بغى. ما نظنش بأنه احنا غنحاسب الله. نعم. فتزودوا، افتح المايك. هذا هو كي دوموندي وكيس وكيبقى تما حاصل. اللي دوموندي كيس يطلع الفوق يبقى جالس طالع وتحضي منه. طلعوا شي حد. خونا اللي طالع اكسبتي. واكسبتي ولينا صاحبي. مشكلة هذه. وابناد واشري مالو وي الو. السلام عليكم سي طالوت. السلام، لاباس عليكم؟ كلشي بخير. مرحبا سيدي، الله يحفظك. الصراحه انا يلاه بديت كنتبعكم حيت كان عندي واحد السؤال، هو زعما علاش الدين ما تحتش مع الاول، زعما فاش على زعما كاينين اديان قبل منا، زعما شنو يكون المصير ديال هادوك الاديان اللي كانوا قبل منا؟ راك دابا الاسلام عاد تحت مؤخرا، ماشي هو اول ديانه، زعما علاش ما تحتش مع الاول؟
كيجيني المهم هذه الفكره اللي كتهضر لي بزاف في راسي. كيفاش الاول؟ شكون الاول؟ ماذا تقصد بالاول؟ زعما اول دين، ما هو اول دين اللي تحضر؟ ما عرفش الصراحه. وراه قال لك هو الاسلام، مسلمين كيقولوا ان الاسلام جمع ادم، هو اول دين نزل من نهار جاء ادم والاسلام كاين. هذه الهضره ديالهم. لا ولكن راه ماشي مع ادم، راه جمع محمد. لا الاسلام جمع مع ادم، محمد بحال تقول غير لا ديرنيغ فيرسون ديال هذا الاسلام، لان الاسلام ملي جا هو كاين. غير ربي كيقول لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا، الشرائع مختلفه، الاحكام مختلفه، لكن الدين يسمى بالاسلام، شرعا يسمى بالاسلام. الدين اللي باش جا ادم وجا نوح وجا عيسى وجا موسى، كل شيء هذا يجوز ان تقول انه اسلام، الا ان كيقولوا بان اليهوديه والمسيحيه حرفت، ما بقاش على المنهاج القويم ديال الاسلام. ابار الى حيدنا لا فيرسيون اسلاميك، علاش ما جاش الاسلام هو الاول؟ واصلا علاش حنا نهضروا بمنظور بعيد على الاسلام؟ علاش عندنا بزاف الديانات اصلا؟ علاش عندنا بزاف ديال الرسل اصلا؟ انت مصيفط دي ديزين فوار دي سونتين، قال لك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وكلم الله موسى تكليما. يعني تقدر تهضر على دي سونتين ديال الانبياء والرسل اللي ما كنعرفوهمش. علاش كتصيفط الاول وكتخسر له لافير، كتصيفط الزواج وكتفشل، وكتصيفط الثالث وكتبدا كتيستي حتى كتصدق لك، وكل واحد كتقول له انا انت هو اخر الانبياء. راه موسى في عند اليهود قال لهم انا اخر الانبياء، يجيو المسلمين يكذبوا عليك يقول لك لا راه بشر برسول من بعده اسمه احمد. تمشي عند المخلص المسيح يقول لهم انا اخر المخلصين، تجي عند الرسول يقول لهم فراسك. دابا لو كان شي واحد عنده السلاح وجاب شي دين جديد، كنظن سي تخوطا دركا، كان شويه بكري وجا وفي الوقت مثلا نقولوا حنا غير واحد 100 سنه مور ظهور دوله الاسلام، وظهر شي واحد مثلا في الهند وكان عنده السلاح كيف وكانت عنده الظروف توفرت كما توفرت القسم بن ابي كبشه، كان غادي يدير واحد الديانه حاكمه مثلا الصين كامله وحاكمه الجابون حاكمه تايلاند وماليزيا وشد هذيك الدنيا كامله، هو جا من مور الرسول. لان القصه من بعد الى جيت تشوفها من منظور متجرد، هادو ناس توفرت لهم ظروف زمكانيه، توفر لهم السلاح باش انهم يقيموا دوله، وهذيك الدوله داروا بها دين والسلام، ما عندها علاقه بالله، لان هذا الله اللي بدا يصيفط ويعاود يصيفط ويعاود يصيفط وينسخ هادي ويمسح هادي ويبدل هادي، هذا ماله هذا؟ هذا ماله هي قال عبد الهادي؟ ماله هذا؟ تمال هذا الاله؟ نزل رسول واحد برساله واحده واعطيه اليات باش يخدم، اعطيه الماتريال، اعطيه بلان دو ترافاي، اعطيه خطه الطريق، صافي وحطه وخليه يدرس، خليه يدير خدمته، وانت من بعده ايضا انت عندك الملائكه وتبارك الله عندك العلم وانت عندك القوه الخارقه وعندك كل انت من موراه كتعاون، صافي واحد نزلو يدير لا ميسيون ديالو يوصل للبشريه داكشي اللي راك باغي توصل ويموت ويضبط داكشي، نعمس يجمع داك الكتاب اللي غادي ديرو وضبط داكشي اللي غادي تضبطو وخليه يموت وداكشي يبقى مغيز. ديك الساعه غدا يوم القيامه ملي غادي نتلاقاو معاك تقول لهم ها هو جبنا لكم واحد الكتاب، ها هو مغيز، جبنا لكم واحد التعاليم، ها هي علاش ما درتوهاش؟ ديك الساعه نهضروا معاك. انت مصيفط 87 مليار واحد، كل واحد ما نعرف وكلشي مصيفطهم في واحد البقعه محدده، لم يثبت ابدا ان هنالك نبي بعث في افريقيا او بعث في امريكا او اوروبا او بعث في اسيا، لم يثبت. جميع الانبياء المذكوره في الديانات الشرق اوسطيه بعثوا في ديك البلاصه بين مصر والسعوديه وفلسطين، تما كيدور العراق والشام، هذيك البلاصه كيدور في ديك الصحراء هذه، وتا كاع مخلي الارض كامله وتحت على هذوك الناس تما، باقي كل مره تصيفط واحد مور واحد، وشي مره كيصيفط عائله ولد عائله كلهم انبياء. دابا ابراهيم نبي وعنده اسحاق ويعقوب انبياء، واسحاق دار يعقوب ولاد فيه نبي، ولد خالته نبي، ولد بنت مول الباش نبي. علاش مالك على هادشي؟ علاش هاد شكون اللي دار له هاد الخطه هذه؟ شكون اللي قادو هاد لا ستركتور هاد؟ شكون هاد لاجونس؟ شكون هاد الحمار هذا اللي عطى هاد الفكره هاد؟ دير خدمه وحده نقيه مغيزه والسلام عليكم، صافي مابقاش نكثروا الهضره. هذا هو اللوجيك اللي كنفهمو حنا، على الاقل كنفهموه بالعقل اللي عطاه لينا هذاك الله. هاني وليت انا اله يقدر يحيد علي شي واحد؟ انا اله مالك؟ ما عجبتكش؟ كرسي تبارك الله كاين مذهب ومنقوش، داكشي تبارك الله النقش الفاسي، اش باش نقول لك؟ اللحيه هي هذيك طارق السالف،
الفورمه القعده ايوا يعني الحمد لله كاع لي زوبسيون كاينين ولابس الصنداله من الله ديالكم ما عندوش الصنداله انا عندي الصنداله هادشي اللي عطا الله. ودابا خلينا نمشي ولاد السؤال يعني زعما اللغه العربيه زعما ماشي هي الفيرست لانجويج زعما اللي كانت ماشي هي اول لغه فهمتي حيتاش اول لغه كنعرف هي السانسكريت هادشي هو اللي مخليني اللي محيرني وادم باش كان كيهضر بالعربيه باللغه العربيه لا وواحد الحاجه اخرى كيهضر بالعربيه ماشي باللغه العربيه لا يثبت انه كان يهضر بالعربيه اصلا هذه المشكله ديال ان القران نزل بالعربيه والله تكلم في العربيه العربيه كاين واحد الصداع سلمى اغلق يا رب الموت لو سمحت كاين صداع نينا شكرا نينا شكرا سلمى اغلق الموت حمزه اغلق حتى انت الماي كاين عندك الصداع واخا ما عرفتش منين كاين واحد الضجيج مزعج كيبرزط خاصه اللي غيدار ريبلاي في اليوتيوب كيبرزط الناس الله ما واش كنت كنقول تفضل ازولا جاوب الى راك عاقل السؤال لا دابا هو شوف دابا هاد الاسئله راه ما يمكنش تجي تهضر ليا على ادم وتبدا تستشكل من بعد علاش الله واش خيدو معاه بالعربيه شي ويدو معاه تيب الكرديه راه انت ملي تبتي ان كاين شي حد سميتو ادم كل اي حاجه غتقولها من بعد وتستشكل عليها راه مع كامل الاحترام داك الاستشكال غير صفصاطه خاويه علاش لانك تبتي واحد الاصل من بعد تناقش دوك الفروع كان كيدو معاه بالعربيه بالروسيه ما عندها حتى معنى حنا الاشكال ديالنا في اصلا اثبات هذا ادم واش كان ولا ما كان حيت انا اللي تبتي لي ادم كاين والله ما نسولك هذا السؤال ديال باش هضر معاه والله ما نسول علاش انا غنسول وهضر معاه ولا ما دونك ما باش لي اصلا السؤال زعما صراحه باش نجاوب عليه ما عرفتش اولا ربما ما فهمت السؤال عاود لا راه ما فهمتش جاوبت مزيان انت جاوبت من راسي من الراسين ديالو جبته من التحت وهذا سؤال صحيح وهذا السؤال هذا الجواب ديالك نقدروا حنا نجروه ونسقطوه على الدين كامل انا ما جيتش تسولني علاش الله مثلا شنو دار وعلاش ما عطاش المراه وعطاش وتبت لي بعد ان الله كاين نقدروا نمشيو بهذا المنطق بصح الا درناها هكا ما يطلع حتى واحد ما غادي نلقاو فاش نهضروا لان خصك اي حاجه تجي تقولها لي على الله نقول لك تبت لي الله هو الاول تقول لي على الرسول تبت لي الرسول ولكن مجملا هذه الاسئله كي قلت انت قبيله المسلمين كي غالبا كيطرحوهم المسلمين وهذه الاسئله فيها دلائل عدم النبوه الا لاحظتوا الاخوان اي سؤال كيتطرح فيه دليل عدم النبوه رغم ان الاختلاف بيناتهم كاملين دابا هذا الله هضر بالقران وقيل في الحديث يقولون عنه انه ضعيف ان لغه اهل الجنه هي القران جدا القران بالعربيه الله هضر بالعربيه القران طبعا تكلم به في الازل قبل ما يخلق الكره الارضيه وقبل ما يخلق الكون كاع هضر بالعربيه ولكن العربيه راه حادثه العربيه راه متفرعه عن لغات كانت سابقه شو لا كوانسيدونس سبحان الله كي كندير العربيه راه كانت كتطور كيف اي لغه في العالم ما جاتش وتحطت هاك واحد الصندوق فيه العربيه بدات تهضرها العربيه كانت واحد اللغات من قبل كيسميوها اللغات الساميه وهذيك اللغات الساميه كيتفرعوا منها لغات اخرى ودوك اللغات كيبداو كيتطوروا شويه بشويه شويه بشويه شويه بشويه تخرجت منها اللغه اللي هي العبريه خرجت منها اللغه اللي هي العربيه تقريبا هادو هما اللي مشهورين بزاف اللغات الساميه هادشي هذه لغه ماشي عربيه لغة سامية شي حاجة كانت كيهضروا بها في العراق القديم من بعد خرجوا منها لغات أخرى قوشة دروات منها اللغة الآرامية واللغة الكنعانية واللغة العبرية واللغة العربية وهذه العربية ما جاش وتحطت كيف قلت لك واحد الباكي العربية بحال حنا دابا كنهضروا كيتطور هذا الشيء الدارجة ديالنا اليوم ماشي هي الدارجة ديال منا 100 عام ماشي هي ديال منا 500 عام دونك هذا الله كي دار مانع عربية تكلم حنا انا الان كنتكلم معك بالدارجه كتسمى دارجه الدارجه ديال هذه 100 عام تيارة كانت كتسمى دارجه ولكن ما كانش بحال ديالنا دركا واصلا غير الدارجه في المغرب فيها اشكال والوان يعني تقدر تمشي للناظور يهضروا معك بالدارجه ديالهم ماشي بالشلحه الدارجه ما غتفهمش وانت مراكشي ولا مشيت للشمال يهضروا معك بالدارجه ما غتفهمش ولا مشيت للبرقم يهضروا معك بالدارجه ما غتفهمش وانت مغربي وتخيل الدارجه في زمن واحد شحال فيها ديال الاختلافات ارانا الا جينا نلعبوا بداك البارامتر ديال الزمن نرجع 100 سنه للور كيفاش تكون الدارجه ونزيدوا 100 سنه لقدام كيفاش تكون الدارجه دابا الله ملي هضر بالعربيه ما انا عربيه فيهم هضر بها ما انا بلاصه بالضبط نقولوا ديال قريش ولكن ما انا زمان واش ديال قريش مثلا
قبل ما جاء الرسول ب 500 عام او لا ب 200 عام او لا ب 100 عام او لا جابها لاصقه مع كيف كانوا يهضروا الناس ديال قريش بالضبط بالهضره ديال محمد. اما مشعبكه مشعبكه زعما الله تكلم في الازل وبقى وجاب وخلى اللغه كتطور شويه بشويه بشويه مع طورت اللغه لواحد النقطه محدده بها باش كنتكلم بها الله في الازل به فيه باش نزل القران. زعما كاع هادشي صدفه هادشي زعما كامل. شكون هو اللي ساهل؟ هو اننا نقولوا ان الله تكلم في المولى فيني باللغه ديال واحد الناس وبقى كيتسنى ديك اللغه كتطور عبر الاف السنين او شويه بشويه بشويه حتى وصلت واحد لانستونت تي في واحد النيفو زيرو طورت في داك الشيء اللي الله بغى وحط ونزل ديك اللغه وتصادف داك الشيء انه نزلت على محمد. او لا بكل بساطه ان محمد جاء واختار هذا القران وقال له راه ديال الله. الا جينا هذا هو المثال اللي كان عطى ديك المره اللوذر، الا حطينا شي شحمه حدا شي مش ومشينا ورجعنا وما لقيناش الشحمه واش كاينه ولا ما كايناش. دابا شكون اللي ساهل؟ واش المش كل ديك الشحمه ولا ديك الشحمه دارت الجنحان وطارت مع السترجم؟ الاقرب للتقوى هو ان المش كل ديك الشحمه. فوالا اوكي هذا كيسميوه اوكامس كيسميوه تخونا هذا مانيش عارف واخا ما يحتاجش شي تنسبوا لشي واحد ولا شي فيلسوف. شفرات اوكام. شفرات اوكام الرازوار ديال اوكام. دونك شكون اللي احسن واش المش كل الشحمه ولا الشحمه طارت بالجنحان؟ نورمال هو المش كل الشحمه. اذا نفس القصه مع اللغه العربيه، واش الله تكلم بها في المولان فيني وبدا كيتسناها كتطور دي مليار دي زاني بعدا باش خلق الكون ودي مليار عاوتاني باش خلق الكره الارضيه وملايين السنوات باش جاب الانسان وتسنى حتى جا واحد الناس سميتهم قريش وتطورت عندهم اللغه العربيه في جزيره العرب الاف السنين حتى وصلت واحد النقطه معينه راق وين نزل القران. او لا هذاك خونا كان يهضر بديك اللغه ديال دوك الناس وجاب واحد الكلام وقال لهم هذا ديال الله. شكون تجيك سهله؟ تجيك سهله هي الاولى صافي انتهى الكلام. شكرا لك حمزه ميرسي بوكو. نسمعوا هشام واش بغى يقول لنا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. نروح السؤال قبيله سي طرحتيه ان علاش الاسلام نزل في ديك المنطقه ديال الشرق الاوسط ديك المنطقه واش ما نزلش في افريقيا؟ وكيبان لي زعما السؤال زعما غبي والجواب ديالو راه ساهل. حيتاش في ديك الاماكن ديك اللحظه كنا في ديك الازمنه كان معروف كان جوج الحضارات الفرس والروم كانوا اقوى حضارات في ديك الوقت. هذاك ما يمكنش الله ماشي ينزل واحد الرساله هذيك في افريقيا اللي ما كانتش معروفه بالحضاره وما كانش معروفه حتى بالناس شنو كي كيعبدوا ولا شي حاجه. واخا مزيان هذا سؤال غبي وتياب. نعم هذا سؤال غبي. واخا قول لي السؤال الغبي كاينه واحد الحاجه كتعرفها مثل الحضاره الصينيه ولا ما كتعرفهاش؟ اش الحضاره الصينيه؟ اها واش عمرك سمعت بشي حاجه سميتها الحضاره الصينيه؟ شنو كان عندهم هاد الحضاره الصينيه؟ واش غير الناس كانوا عايشين وصافي؟ دابا حنا ما سولناش لا حول ولا قوه. ها؟ سولناك الحضاره الصينيه، حضاره شينواز، لا سيفيليزاسيون شينواز. واش عمرك سمعت بهذا العجب ولا ما عمر سمعت؟ لا عمري ما سمعت ولا. ايوا ها السؤال الغبي دابا حنا ملي السؤال الغبي هذا السؤال الغبي هذا يعلمك. لا انت علاش سميتيها حضاره؟ علاش سميتيها حضاره؟ يعني انت يا لا تسلم بوجود حضاره صينيه. لا ما كاينش فيها حضاره، الناس عايشين في ديك الجهه ما كانش عندهم حضاره. ناس عايشين كياكلوا ويشربوا عادي. واخا واش الحضارات اللي كانوا قويين هي اللي كانت في الشرق الاوسط كانوا الفرس والروم والجزيره العربيه. ما هي اسس الحضاره؟ كيف تقسم بين الحضاره وغير الحضاره؟ اعطيني الاسس ديالها. الحضارات اللي كانوا هي ملي كتكون صراعات بيناتهم كيكونوا دائما اللي بحال اللي كيبغيو يسيطروا على العالم كامل. يعني ما تكثرش عليه الهضره. دابا ملي كيتدابزو جوج ديال الناس ولا جوج ديال القبائل كيتسمع عندهم الحضاره حيت كيكونوا قويين. هذه معروفه دين الرب حاليا معروفه بحال حضاره عبده وحضاره دكال معروف بحال دابا الامريكان هي قويه في هذا الوقت. دابا الامريكان والغرب هما كيبغيو يسيطروا على العالم كامل. واخا كتعرف حضاره الانوناكي؟ دا ما كاينش هذه الحضاره الانوناكي. ما كاينش كاع. هذه اخترعتيها براسك. ما زورتي ما تكون اخترعتيها وصافي. لا بعدا غير باش نتفاهم معك. انت خصني نتفاهم معك على مفهوم الحضاره ان زوج ديال قبائل دابا خلينا في انوناكي هذاك ميتي جات انوناكي جاوبني. جبتها من راسي. راسي مزيان. دابا نوليو الحضاره الصينيه ديال الشينواز اللي كتقول ماشي حضاره. ما دليلك على ان ديجا قبل ما نقولوا ما دليلك تعريف الحضاره بالنسبه لك هو ان زوج قبائل دابزوك يعني ان عندهم حضاره صحيح؟ كانوا هما قويين في ذلك الوقت كانوا كيبغيو يسيطروا على العالم.
واخا واش دابا الشينوا ما كانوش قويين في ذاك الوقت؟ ما كانوش قويين، انا عمرنا ما سمعنا بان الشينوا سيطرت على شي حاجه، بقاو في مطعم. هو سير تقرا خويا وما تبقاش تبرزنا وما تبقاش تقول شي حاجه غبيه، لان ذاك الغباء غادي يولي عليك انت وتبان انت اللي راك دابا غبي. انا بغيت واحد السؤال سلمنا انه كان غير الفرس والروم، وكيفاش الله حوس صيفطو في مكه؟ مكه كان فيها الفرس ولا كانوا فيها الروم ولا كان فيها شنو كان هذاك الاسلام؟ الاسلام وصل الفرس والروم والشينواز صلوا. قلتي ملا راه وصل، راه دابا راه وصلت وصل بعدا جنوب افريقيا ما شغلناش صافي. الا وصل الهدف هو انه يوصل، ملي وصل راه مزيان صافي. اذا ملي كان الهدف هو يوصل، اذا ما تجيش تقول حقا راه كانوا الفرس والروم، لان ما عندك حتى علاقه بانه يوصل ما يوصلش. انت قلتي حقا كانت تما حضاره، استرادوا منطقه، كانت منطقه عامه في ديك الجهه كامله كانوا الفرس. شنو صاحبي تشمنا كان في هذيك المنطقه عامه؟ المنطقه كامله كان فيها الدليل انه الاسلام سيطر على الفرس وسيطر على الروم وانتشر فيهم وصل حتى الحضاره الصينيه. كتصدق الحضاره الصينيه دابا الدليل اسمع الاسلام في الحضاره الصينيه. دابا ولا انا كنسميها غير سميتها وصافي. انت قلتيها شويه السي محمد راه هشام غلق ذاك المايك واحد الدقيقه خليني نسمعوه. غلق المايك واخا شكرا رانيا، ميرسي بوكو على الدعم، ميرسي. صافي هكا مزيان، خلينا نتسنطوا لعظامنا وخلي السيد يهضر نسمعوا واش كيقول صاحبي. صافي مازيدش تهضر تنسمعوا. سي زولا حاول تشوف تريكل الصوت راه عندك ضعيف باش نسمعوك ونشوفوا هذا العجب ديال هذه الحضاره كيفاش دايره. تفضل زولا. دابا هو قال لك سيدي الاسلام نزل تما لان تما كاينه الحضاره، حضاره الفرس وحضاره اش جاب مك. ودابا اذا هاد اللحول حيت شي ربا جات في مكه، ما جات لا عند هادو ولا عند هادو. اذا دابا يا اما ان هذاك الكلام اللي تقولنا في الاول تخربيق، يا اما الله حول اختار. الحضاره ديال الفرس والحضاره ديالو كانوا قرابين الجزيره العربيه، كانوا قرابين حتى الاسلام. الاسلام قريب حتى الصين، هي الدليل ان الدليل ان الاسلام وصل للصين غير بالتجار، ما حربوهم والو، ما حربوهم والو. واش يدير الرب؟ واش دابا اصبر واحد الدقيقه، انت تبان لي السي سؤال غبي. يبان لي راه ماشي غير سؤالك اللي غبي، راه كلك على بعضك السي هشام فيك نظر. غلق المايك انا غادي نسول. انت الطرح ديالك كطلع قلت لي حنا سؤال غبي، علاش الله ما بلاصه اخرى؟ غلق المايك الله يستر عليك باش نهضر على خاطري ما تطزطزنيش. علاش الله ما صافتش بلاصه اخرى؟ لان سؤالي غبي. علاش سؤالي غبي؟ لان كانوا الحضارات. قلنا لك واش عمر سمعت انت بشي حضاره ديال الشينوا؟ قلت لي ما عمرني سمعت. ديجا علمناك واحد المساله في سبيل الله، ها انت مشيت. غنزيد نعلمك واحد الحضاره اخرى ما فراسكش. واش عمرك سمعت شي حاجه سميتها حضاره المايا؟ جاوبني. هو صافي يا رب، الله يطرح البركه. طالوس راه فاش بدا، راه بدا عوج، راه حط قنبوله فاش بدا. قال لك فاش سول ديال اش الله ما صيفطش في بلاصه اخرى، قال لك لانهم كانوا الحضارات. يعني انه هذوك الحضارات محتاجينش النبوه، يعني انهم يقدروا يستغناو على الله وعلى الرساله ديالو. ما هي الحضاره التي كانت في قريش وفي في جزيره العرب قبل ان ياتي النبي؟ بغض النظر عن الحضاره، الى افترضتي بانه واحد البلاصه الى كانت فيها حضاره فهي ما محتاجاش النبوه، فراك بديتي عوج، يعني ما محتاجينش الرساله ديال الله. قال العكس سكيبتي، قال العكس، راه قال العكس. ربما انا ربما فهمت غلط. معليش سمايلي خلينا هذاك راه كان يخرخر يمشي صافي. سمايلي مرحبا المداخلة. الصوت مسموع؟ للأسف نعم، تفضل سيدي. عندي واحد السؤال اللي منغشني شوية، اللي هو دابا سيمو 13 عام هو كيدعي في مكة، تبعوه أقل من 100. دابا السؤال هو الناس ديال المدينة كيفاش دابوا امنوا به؟ حيت ملي كتقرا الكتب السيره ومني كتشوف هذا كيقول لك جاوا الناس عبدوا على النبي، الناس زعما يجي عندهم المدينه، دونك هادوك كيفاش امنوا به وما هما وصلوا عنده؟ هذا هو السؤال ديالي، منو غشني؟ كاين واحد الاتفاق كان بيناتهم قبل ما انه يسافر، لان النبي كان كيخرج كان الحج، الناس كتحج في مكه اصلا قبل ما يجي الاسلام، والنبي بدا كيخرج القبائل، مشى للطائف سلخوه وبدا كيخرج قوشا دروات. شي مره تلاقى مع شي جروب جاي من المدينه، دار معهم واحد الكومبرومي. شنو هو؟ انكم تنصروني شي لعبه على ما قالت الرساله، خاصكم تنصروني وتعاونوني. وديك الساعه راه واقيلا قال لهم الا جاب الله شي خير شي غانا امرا نقسموا بالنص، ولكن في الرساله ما قالوش هذه الهضره هذه. صافي مع بيعه على انهم ينصروه، صافي مشى هو سافر للمدينه. المدينه جات في الشمال ديال مكه تقريبا واحد 450 كيلومتر،
مشى عندهم استقبلوه هذوك العصابه اللي تشام معهم صافي وبداو البروجي. بداو البروجي ماشي ضروري بالضروره كاملين يكونوا امنوا. هما بكري كان سيستم تخيبال يكفي انه رئيس القبيله مثلا يعطيك الاوكي بلي انا غادي ندير معك شي حل صافي كل شيء راه غادي يتبع. ماشي بالضروره تعطي رايك انت يا واش غادي دير. بحال دابا رئيس دوله باغي يدير اتفاقيه شراكه اقتصاديه مع سبنيول واش غادي يجي يتشاور معايا انا؟ صافي دار الاتفاقيه صافي ستسري مفعوله. هذوك الناس اتفقوا مع الرسول وكانوا اصلا من فاميلته ولا من سابو ودركا ملي اتفقوا داروا واحد الجروب واحد العصابه ماشي بالضروره يكونوا كاع اهل المدينه امنوا به في الاول ولكن ملي العصابه كبرت ملي العصابه كبرت وجربوا بداو يتيستيو يحقروا على الناس ويديو لهم رزقهم وياخذوا الغنائم جاهم داك الشيء زوين وحلو وما اصلا الناس فاشلين ما عندهم ما يدار ساكنين في الصحراء حرقهم الشمس. جاب الله التيسير في التجاره هذه مشاو معاه والتجاره بدا البروجي بدا كيكبر شويه بشويه شويه بشويه حتى قامت دوله الاسلام. اختصار ديال قصه سيدنا رسول الله. شكرا اخي طالب شكرا. مرحبا بك سيدنا مرحبا بك. شوفوا الى كاين شي حد اخر لي سبيسي. مرحبا سبيسي مرحبا ومرحبا. 5 4 2 3 1 ظهر. مرحبا حيت هيتش. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله. طالوت عندي دو كيستيون. وحده في الدين يأجوج ومأجوج راهم يتكاثروا صبر نشوف اللي غادي يوصل لهم الدين. دقيقه يومي شكرا لك بزاف على حضورك الجميل وعلى دعمك لللايف. شكرا لك يومي ميرسي بزاف ميرسي لك تحياتي لك يومي ميرسي. تفضل هيتش كمل. قلت لك يأجوج ومأجوج راهم يتكاثروا من نهار اللي بلع عليهم السد ذو القرنين. شكون اللي غادي يوصل لهم الدين الاسلامي وهما اسكو مخيرين ولا مسيرين؟ كيفاش ربي غادي يحاسبهم وهما راهم مرسد ما وصلهمش ما با لو ميساج؟ هذا السؤال كنت نسولو سيدنا عمر لجمع له اهل بدر. شي صوالح اشكال هذه من اين تبول النمله؟ شكون ياجوج وماجوج راه قوم اصلا فاسدين يعني ما يحتاجوش يامنوا لان الله ديجا كوندانهم هم من اهل النار. فاتبع سببا قالوا لواحد الناس هادو راهم دايرين الفساد في الارض. كاين اللي كيقول لك دابا ياجوج وماجوج راهما الامريكان مانيش عارف هما اسرائيل. هاد الاسئله اخوات تتلاقى مع شي فقيه وسولها. والسؤال الزوج تاعي كي تبقى تشوف بلي عندنا عينين نحتاجوهم وعندنا الفم فيه السنين اللي يمضغوا وندوقوا ونستبنوا ونقدروا نخيروا ما بين الحاجه اللي تضرنا والحاجه اللي تنفعنا وعندنا العقل اللي بروغرامي بواحد لا بروغراماسيون كومبلكس اللي قد يدي قرارات ويقد يختار شي صوالح بزاف ومهم كاين بزاف لي زوبسيون في البنادم. دونك هذه جات من العدم وانا دي فوا نبقى نخمم ونقول بالك اذا ما كاينش اذا جينا من ما قدوش نجوم من العدم يا كاين واحد اللي خلقنا ولا حنا بروجي تاع وحدين حطونا في هذا الكوكب وراهم يتفرجوا فينا دايرين لنا الكاميرا اللي راهم يتفرجوا فينا كيفاش غادي نكملوها. وي مي ها انت عرفت باللي ان الله خلقنا من بعد شنو غادي دير؟ تبغي تعرف الهدف من كي واحد يخدم حاجه ولا يخلق حاجه عندها بيوت ماشي غير توصل. باغي تعرف الهدف ديال هذاك اللي خلقنا ولا باغي تعرف الهدف ديالك انت في هذه الحياه؟ بغيت نعرف الهدف تاع اللي خلقنا. هو انت دابا عندك شي اسئله غادي تموت ما عمرك تعرف. انت مكبر كرشك في الاسئله بزاف باغي تعرف داك الشيء ديال في راسه خالق البشريه. اتعي راسك هذه الاسئله اللي كطرح ركز كيفاش تطحن الدولار فهمت. دير شي بروجي وركز كيفاش انك تخرج منه الفلوس وتمشي تعيش في بوكيت في تايلاند ولا تمشي في ماليزيا ولا تمشي تهرب الامريكان في لاس فيغاس وتعيش مخير احسن لك ما تطرح هذه الاسئله لان تبقى غير تعيا في روحك وفي احسن الاحوال تبقى تلاقى مع شي ناس يعجبهم هذه الاسئله الخرطيه وتبداو تخرطوا على بعضياتكم
واش الازل منقسم الى سبعه اقسام، واش كيشوف القبله ولا لا، شحال كيبس في الصباط، واش العدميه مربوطه بالازاليه المتداخله في رؤيه الانسجام المثقوبي الداخل في السروال الاحمر المعلق مول الباب. وكتبقى تما كتجاوبوا على هذه الاسئله الفلسفيه، وهي ماشي فلسفيه، هي اسئله تخربيقيه. انا كنشوف التخربيق باش تقعد تسول هذه الاسئله راك تضيع الوقت، سير ركز في شي حاجه اللي تنفعك. هذا هو ديك الضربه اللي كيقول لك بوكسير، شوف ما ينفعك، سير تخدم على راسك، وراه ياه سير تخدم على راسك. اما هذه الاسئله بحال هكا راكي كتعيا راسك. هادشي اللي بالي. يعطيك الصحه، ميرسي. شكرا لك سيدنا على الباساج الجميل ديالك، تحياتي لك. ميرسي بزاف. ما كاينش بوز اصاحبي، نديرو مع ربكم. ربي السلام يا رب. ازول انا اللي يقول لك ازول، عرفو ملحد. لا لا ماشي ملحد، انا عندي كيستيون ليك طالوت، الى بغيت تتداول معايا غير شويه. نفتح المايك، نفتح المايك. لا لا عادي عادي، عندي كيستيون معليش جاوبني عليها. الا عرفت نجاوبك اطرح السؤال، الا عرفت نجاوب ما عرفش نقول لك ما عرفتش. وشنو هو الفرق بينك طالوت وبين بوراس خنزير كقيمه وجوديه؟ الهضره ديال الهيثم طلعه ديال الخماج هذه. لا سؤال عادي تقدر تجاوب عليه طالوت. وش الفرق بينك وبين البحر تاع الحمار؟ انا نقدر نجاوب عليه، ولكن الدنيا مخلطه، عندي 600 واحد نحشم منهم نجاوبك. فهمت انا السؤال جاوب عليك. ياك ماده، ماده انت عباره عن ماده طالوت خويا، وحتى بوراس خنزير عباره عن ماده. انا عباره عن الفرج تاع امك. علاش خسرت عليك؟ انا ما طيحتلكش. نو حتى هو ماده، حتى هو ماده. طيحت لك دابا، غير نفهم واش انا طيحت لك. لا راك تخسر، انا ما خسرت لكش، ما جبتلكش الوليده. انا قلت لك انا الفرج تاع امك صافي، انت قلت لي انت البعره. معليش معليش طولت خويا، انت مع الحريه الفرديه ياك. انا مع داك الفرج ديال امك، اللي بغى فرج ديال امك نديرو معاه، ما عندناش مشكل. معليش ترى مع الحريه الفرديه، تخيل معايا مثلا الاخت ديالك، الاخت ديالك كون يجيوها يجيوها ربع نواقره، يجيها دروكبا وفوكبا. اصبر الطوبه اصبر، داك دابا الفرج تاع عمك، ما بغاش نقول لك الطبون تاع عمك لان الدنيا مخلطه، حنا معاه اللي دارها، حنا معاه على راسنا وعينينا. دابا انت ما كاينش فرق، ما كاينش فرق. فهمت بيتان ديال الطوبه. طالوت واحد ثانيه ابو لي ثالث، دابا سولتي راه جاوبك طالوت، انا نسولك واحد السؤال بغيتك تجاوبني من داخل الدين ديالك. دابا الا دخلتي ياك، حنا باش نلعبوا معاك لعبك، ولقيتيني دابا انا وطالوت شادين امك، واحد عطاها ليها من اللور وواحد عطاها ليها من القدام، شنو غادي يكون التصرف ديالك فهاد اللحظه من داخل المرجعيه ديالك؟ تفضل. من داخل المرجعيه ديالي، من داخل المرجعيه ديالي انت يطبق عليك حد الزينه. لماذا؟ لا انت غبي، انت حمار، ما لا ماشي ما اصبر، ونقريك ونقريك صاحبي، ونقريك ما كاينش الجهود، يا غبي يا غبي، ونقريك ونقريك في التاريخ، في التاريخ لم تثبت حالة زينة باربع شهود. الغبي الغبي اسمعني قريك، في مذهبنا مثلا في المذهب المالكي ياخذون بالقرائن، ناخذ بالقرائن في اثبات هذه الحاله، فيقوم بالقرائن. هذوك راه القرائن تيطيحوا على امك ديك الساعه، فين هما القرائن؟ شنو هما القرائن؟ والغبي 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 تتعدد 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 تتعدد. اسمع شنو هما القرائن؟ اسمع اسمع اسمع، اللي خارج من فرج امو، اللي خارج من فرج امو، حنا تنعرفوا نسبوا، انا نقدر نسب لك امك والنبي ديالك حتى الصباح. لا انا ما سبيتكش، انا ما جيتكش نسب، انا قلت لك شنو. لا سبيتش انا، ما سبيتش حتى انا، ما سبيتش حتى انا، والله ما سبيتش. شنو الفرق بينك وبين الخرا حمار؟ اعطيني. وانا قلت لك اعطيني الفرق، ما كاين. انا قلت لك وانا نقول لك، انا نقول لك ما كاينش فرق، وحتى النبي ديالك ما كاين بينه وبين الفرق ما بين الخرا والحمار، حتى النبي ديالك يلزمه. لا 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 يلزمه يلزمه يلزمه. اعطينا الفرق ديال المالكيه، شنو قالوا في الايه ديال اربع الشهود؟ ها هي امك جوج راك بين فوقها، شنو غادي دير؟ اعطينا شنو قالوا المالكيه. اسمع 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 اسمع، ماشي كنت انت خاطب؟ ماشي كنت تقول انا خاطب؟ يا الفرج تاع امك جاوب السؤال. الله كيقول لك الله كيقول لك في الاولات ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم، لقيت جوج راكبين على امك، شنو غادي دير في المالكيه؟ شنو كيقولوا المالكيه؟ وهذا قلت لك هذا امر يستشهد فيه بالقرائن الغبي. والغبي كان خاص يتعدد في معرفه في معرفه. اسمع اللي خارج من فرج امه، ما تقولش الحمار. سمعت الحمار؟ ما تقولش الحمار الحمار.
جاوب على السؤال انت احمر انا مش جاوب على السؤال انت تقول انا حوت لكم يا اياه انا كنقول انا الفرش تاع امك واش كتفهم العربيه انا الفرش تاع امك جاوب على السؤال يسمع اسمع هو ال سي دونتيفيك كم الفرج تاع امك هو يرى نفسه في المرآة فرج امك هو من حقه ما مفهمش فين عندك حتى الاشكال ال سي دونتيفيك كم صح دابا جاوب على القرائن جاوب على القرائن السؤال جاوب على السؤال الغبي 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 هو النبي ديالك لا جاوب على السؤال اسكت الحمار ما تقولش الغبي تقول غير جاوب على القرائن كنت مسكر لي المايك كنت مسكر لي المايك وانا كنقول عليها زوج ديال القرائن وشنو جاوب امك جيت لقيت راك بين عليها جوج الناس شرعا عند المالكيه شنو هي القرائن غادي تقلب عليها عطينا تفيدنا صافي شتو حنا كنعرفو نسبو ونشخصنو ونعايرو ما يبقاش شي واحد يصيفط لينا لا هذه ماشي المستوى ديالك لا 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 مستوى هادشي اللي كيصلح باش حتى واحد ما غيبقى يزعم يطلع ويبقى يخسر في الهضره لان الاحترام ما كينفعش غطلع غتقول غبي غنقول لك الغبي هو النبي ديالك غادي تقول البعره غنقول لك فرج امك وهكذا باش غادي اللي غيولي يطلع غيطلع ويحترم ياك ويتكلم باحترام هذيك القضيه ديال غيطلع ويبدا انه يدير فيها نحن الاعلون غنعفس لمو على الرقبه ديالو ما كاين لا مستوى لا والو ديك الساعه حتى حنا ولاد زيرو كات من الاخر قالك القرائن القرائن اعطيني القرائن امك راكبين عليها زوج امك راكبين عليها زوج ما هي القرائن في الملكيه حنا نخليو دابا نخليو دابا فاستشهدوا علينا اربعه منكم ونمشيو على القرائن ديال الملكيه امك راكبين عليها زوج اصاحبي جاوب جاوب ام القرائن غادي يسد الباب ويرجع تنساليو ونخرجوا نمشيو فحالنا الا مشى حتى قالت شي لعيبه غيجلدوا والدي ما عندوش اربعه الشهور طيب لا راه عند القرائن ديال الملكيه تفوا على ربكم والله هنا دابا هاد الناس هادو هما تخيل دابا خصمون يوم القيامه هما دي كاتيجوري زولا نتيك صار لنا جوج سوايع ثلاث سوايع حنا كنجاوبوا الناس نورمالمون خدمته هذيك نورمالمون اللايف خاصو يدير هو يحل اللايف ويجاوب الناس هذا الشيء اللي كيسولوني انا شنو غايدير الله انا جوني انا فوت من داك الله ديالك جلون ميرد انا داك الله علاش كتسولني مي انا كندير خدمتك الحمار والحمار راه كندير خدمتك انا كندير الخدمه ديال العلماء ديالك فابور ما عطيني حتى درهم خلي انا خدمتي اللي خاصني ندخل بها مصروف ديال الخبز وكندير خدمتك كنجاوب الناس طلع الحمار دير لايف وتنتا طلع اللايف ديالك 600 700 الف واحد وجاوب الناس علاش نتوما ملي كديروا لايف كيطلع لك 15 20 واحد ما كيجيكم حتى واحد كتجي تقول لي انت هو الخراء انا ماشي الخراء انا هو الفرج تاع امك اش انا كتقول لي كنسب انت ملي كتقول لي انا خراء ما كتسبش بصح انا ملي كنقول لك انا الفرج تاع الخراء وماده فرج امك ماده علاش انت كتزعف ما تزعفش والله يا ربكم يا الطوبات قودتوها ملي جاكم طالوت باش نكون معكم واضح والله ما كان غير الدعس والشيخ زولا بعد ذلك ظاهره والمشايخ كاملين أدعس للطوبات وما كان الفضح جاء نبيكم بالذبح وجئناكم بالفضح ما عندكم ما تقولوا ما عندكم ما تقولوا طالع عندك فرصة 700 واحد 600 كيتفرجوا ما عندك فرصة ذهبية تفضح هذا الكذاب الدجال كيكذب على الناس كيقول لهم حاجة ما كيناش كيقول لهم شي حاجة ما كيناش جاي كيبقى يكذب على الله على الرسول جاب لك الله فرصة ايوا طلع وفضح اخويا طلع وفضح قول له دي صبر هنا وهنا 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 وهذيك ما كيناش وهذيك ما كيناش وهذيك في فين جبد لي فين كاينه وهذا ايوا يلا بين كنعطيوك الوقت انا انا امني انت ما كاين انا لماذا ما المانع ان ينكي حك الحمار هذا راه ربكم ديال الزريبه وديال الطوبات كتحفظوا وتجيو تقيوا لنا حنا ولكن سندعسوا رباكم سندعسوا رباكم صافي السلام عليكم سندعسوا ربكم ونبيكم ودينكم وندعسكم انتم من الفوق انتم لا سوغيز اللي كندعسوا حنا من الفوق تفو على تربيتكم تفو خليو بعدا غير المسلمين مربيين شي ناس هكا شي فقهاء شي رؤساء مجالس علميه شي ناس بعقلهم يطلعوا يناقشوك ودي هذه غلط هذه ماشي غلط ني ني طالع السلام عليكم ما الفرق بينك وبين الحمار باشا دابا هادو هما اللي روم ديالهم هادو هما سي اكزاكتومون سكي سباس ملي كيطلع عندهم شي مسلم سي اكزاكتومون ملي يطلع عندهم شي لاديني هادشي اللي كيطرا ولكن عن طالوت سادعس ربك وانا جالس على عرشي سبحاني وتعالى وتفوع عليك من الفوق كيقول لك ما تسبش يا رب قومي حتى داخلين حنايا في هذا برافو زولا معلم هذا الزيرو كات قولوا له سيدي مؤمن مولاي رشيد كات يا مرحبا طلعوا الدريات بعدا ما كيسبوش
فيلاش طوبة إن شاء الله فيلاش طوبة. كاتيا مرحبا، صافي نختموا هذا الملف ديال هاد الشماكر، يلا يعطيها البابا بوم العذاب.